الفنكوش، الزيف، الخداع والتضليل، تلك هي البضاعة المزجاة التي يجيد النظام الإيراني ترويجها لمواليه لصرف الأنظار عن إخفاقاته وخسائره المتلاحقة. فعلى مرأى ومسمع من العالم، فضحت وزارة الخارجية الأمريكية أكاذيب النظام الإيراني التي تمثلت في إعلانه عن تصنيع منظومة دفاعية محلية الصنع، وهي المنظومة التي اتضح أنها تعود لستينيات القرن الماضي وتسمى سكاي جارد، نمساوية الصنع. بحسب ما أكد حساب فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، تاريخ الأكاذيب الإيرانية في هذا الباب طويل، إذ وقبل 6 أشهر شكك خبراء عسكريون في إعلان إيران تصنيع أول طائرة مقاتلة محلية، حيث كشفوا أنها طائرة أمريكية تم بيعها إلى نظام الشاه قبل نصف قرن، قبل أن تجري عليها طهران تعديلات طفيفة. طائرات وصواريخ ادعت طهران إنتاجها قبل أن يتضح حقيقة الزيف التي ينتهجها النظام الإيراني الذي يحاول الهروب إلى الأمام عبر لعبة استعراض القوى لكسب تأييد شعب يتململ من تلك السياسات.